نظم المجلس الإقليمي لحزب الحركة الوطنية إنقاذ حفلا على شرف وفد وزير التدريب المهني والحرف آدم دنكاي نكورغيد الذي قام مؤخرا بزيارة عمل للإقليم. محمد طاهر صالح والمزيد من التفاصيل. بعد أن قام بزيارة ميدانية إلى إقليم بوركو وتحديدا مدينة فيا ولقائه بمختلف الطبقات الاجتماعية الرسمية والشعبية داخل المدينة وخارجها، فقد نظم المجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ ببوركو حفلا ضم مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ على شرف الوزير آدم دنكاي نكورغيد والوفد المرافق له. الوزير آدم دنكاي نكورغيد شكر بدوره مناضلي الحركة لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والعناية التي حظي بها الوفد، كما ذكر المناضلين والمناضلات باحتفالات عيد الأول من ديسمبر بمدينة فيا كانت مميزة للغاية، وهذا يوصف النية المخلصة للمناضلين وانتمائهم للحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، وأكد لهم بأن عيد المرأة سنة 2018 فإن مدينة فيا مرشح بقوة ضمن المدن المرشحة للاستضافة، وذلك تحت رعاية سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو الرئيسة الفخرية لنساء الحركة الوطنية للإنقاذ. كما شكر الأمين العام الإقليمي للحركة عبد الله جميل الوزير ومرافقيه ومشاركتهم هذا الحفل، مؤكدا لهم بأن مناضلي الحركة بإقليم بوركو على أتم الاستعداد للوقوف بجانب الرئيس المؤسس للحركة إدريس ديبي إتنو ومساندته لتحقيق برامجه الإنمائية. لا زالت تتواصل نشاطات القافلة الطبية لعلاج مرضى العيون بمدينة أبشة والتي جاء تنظيمها من قبل مؤسسة القلب الكبير. محمد عثمان بشير. كبير بمدينة أبشة تواصل عملها على قدم وساق في يومها الثاني على التوالي. أعدد من الأطباء التشاديين ونظرائهم السودانيين الذين يمثلون مؤسسة البصرة العالمية السودانية لا زالوا يقدمون أقصى ما بوسعهم من أجل علاج هؤلاء المرضى، حيث أن الفريق الطبي ومن الناحية الفنية والتقنية يسير على قدم وساق لعلاج المرضى الذين يعملون في استعادة حياتهم مرة أخرى بعد أن فقدوها لسنين. شمس الهدى بكر كدادي ممثلة مؤسسة القلب الكبير بإقليم وداي وفريقها في اللجنة التنظيمية قد اتخذوا من ناحيتهم كل التدابير اللازمة حتى يتحصل كل مريض على بطاقة مريض تمكنه من الحصول على العلاجات اللازمة بشكل أمثل. هذا ومن ناحية أخرى فإن مؤسسة القلب الكبير قد اتخذت أيضا كل الإجراءات التي تتعلق باستضافة وإطعام هؤلاء المرضى طيلة فترة هذا المخيم الطبي الذي من المحتمل أن يستمر لعشرة أيام كاملة. رياضيا، شهدت مدينة كندل حفل تنصيب أعضاء الرابطة الإقليمية لرياضة المصارعة بإقليم شاري باكرمي، كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين بالمنطقة. عباس أبكر مصطفى. رياضة المصارعة رياضة تقليدية وما زالت تحظى بمكانة لدى محبيها وممارسيها في بلاد توماي، حيث نظمت مناسبة تنصيب أعضاء الرابطة الإقليمية لإقليم شاريب باغرمي البالغ عددهم 10 عضوا برئاسة صالح رمضان المكلف بتسيير شؤون الرابطة. وبعد ذلك تم إجراء مصارعات لمختلف الأوزان، منها ل75 وزنا و60 وزنا و65 وزنا، وأن هذه الرياضة تحتاج حتما للقوة البدنية وفن المصارعة. عقب ذلك توالت مداخلات من قبل مسؤولي الإقليم مناشدين فيها ضرورة استمرار هذه الرياضة التي تلفت أنظار محبيها، مؤكدين بأن السلطات العليا تولي اهتماما كبيرا لقطاع الرياضة بصفة عامة. الخبر الرياضي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.